وأعتقد إن أحمد أشار لنقاط مهمة جدا حوالين الدور اللي بتلعبه الجريدة حاليا كناظم للحركة بتاعتها. أي حد يقدر يقعد في مكتبه في القاهرة وحاطط رجل على رجل ويقعد يتابع الإنترنت وبعد كده يعمل لنا جورنال يبقى جميل جدا 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 على كل أخبار الحركة العمالية. لكن مش هي دي الطريقة اللي إحنا بنشتغل بيها في حركة المشتركين الثوريين، ومش دي الطريقة اللي بنشتغل بيها إدارة التحرير. اي تقرير موجود في الجريده اللي انتوا بتقروها معناها ان في زميل او زميله موجودين معانا راحوا اشتبكوا مع الحدث، تفاعلوا معاه ورجعوا، ما كانوش لا بيدعوا الحياد ولا اللي هو بيقولوا احنا اللي هو مش مع حد، احنا انحيازاتنا واضحه في الاخر. لكن الانحيازات دي في نفس الوقت مش انحيازات تؤدي بينا الكذب. لو شفنا اضراب بيخسر هنقول ان هو بيخسر، لان مصلحه الجميع ان انت تعرف الحقيقه ايه اللي بيحصل عشان تعرف ترتب خطوتك الجايه. لو شفت مظاهره من 20 ما ينفعش تكتب ان دي مظاهره من 2000، لان بعد كده كل الترتيبات اللي هتبدا ترتب بيها سياسيا على اساس الحدث ده هتبقى خاطئه. هتقول والله انا لما بعمل دعوه بالحدث الفلاني بالشعار الفلاني بيجيب لي 2000، خلاص لا بس هو ما بيجيبلكش 2000 هو بيجيب لك 20. فالدقه في نقل التفاصيل اعتقد دي حاجه ضروريه جدا 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 لكل مراسل ثوري سواء هو منحاز او مش منحاز. ومن هنا نيجي لزميلنا مصطفى بسيوني هيكلمنا على تجربة الاشتراكية الثورية مع الصحافة بشكل عام. تجربة عايز بس الحتة اللي وجعاني قوي بتاعت الانحياز والموضوعية في الصحافة اللي هي ما بتتقالش أبدا أو ما بيتوجهش بيها أبدا محررين الرياضة مثلا. ما شفناش محرر رياضي بيتقال له ما تنفعلش مع ماتش الكورة، ماشي ما تقومش تخيط لما يبقى في جول، ما يتقالش ما بيتقالوش ما انت مش المفروض تبقى اهلاوي ولا زملكاوي. هو موضوع الموضوعيه والانحياز دوت مرتبط بس بالصحافه لما تبقى سياسيه او لما تبقى ليها طابع اجتماعي، وكانه هو بس الصحفي اللي بيتكلم عن السياسه اللي المفروض يغطي احداث سياسيه او اللي يغطي احداث اجتماعيه، مش المفروض ان هو يبقى منحاز. في حين انه اي صحفي هيكون بيغطي مثلا الصراع العربي الصهيوني هيتهم بالخيانه لو ما كانش منحاز. عمر ما الانحياز كان وصمه في العمل الصحفي، العكس البرود والسلبيه هما اللي ممكن يقتلوا اي عمل صحفي. من حق الصحفي او من واجبه كمان ان هو يبقى عنده موقف، ومفيش حاجه مش اي قاعده خلينا تكون انه الصحفي انسان بلا موقف، لازم يكون عنده موقف. ومع الموقف ده ما يدريش الحقيقه، ما يخفيش معلومات، ما يطلعش كلام غلط، يقول كل الكلام. ويعني انا شخصيا دي وجهه نظري، بعتبر ان الموضوعيه قبل الانحياز، وانه يعني المحصله النهائيه ماشي لو بنتكلم عن ديمقراطية حقيقية في الصحافة لازم نتكلم على فكرة المحصلة النهائية انه ما يبقاش فيه انحياز مش موجود، ماشي؟ زي ما في صحفي اهلاوي يبقى في صحفي زملكاوي، فيبقى عندنا الاثنين. زي ما يسمح للصحفيين يتكلموا عن الاضرابات الفئوية ووقف عجلة الانتاج، يبقى مسموح للصحفيين ان هم يتكلموا عن الاستغلال وقفل اصحاب الاعمال المصادر، فيبقى موجود الاثنين. كده ممكن تتحقق الموضوع، انما حرمان اي طرف ان هو يعبر عن انحيازه دوت قضاء على الموضوع. انا اسف ان انا اطلت في النقطه ديت، انما يعني هو فكرنا في الموضوع. طبعا يعني لما بنتكلم عن الصحافه الثوريه احنا ما كناش بدايتها، طول الوقت كان في اصدارات صحفيه او نشرات لجرايد بتعبر عن حركات ثوريه داخليه في مصر من فصائل مختلفه، ويعني مش هقدر احصرها يعني في الانتفاض والانتصار والفجر، يعني عشرات الاصدارات واللي كانت سمه اساسيه في الفصائل الماركسيه الداخليه، كانت اغلب التنظيمات بتعرف باصداراتها بنشراتها الصحفيه، وكان ممكن توقف احد يعني توقف تنظيم عن اصدار نشرته كان يعد بمثابه حل
للتنظيم ده او كانه حصلت ازمه جديده تخليه ما يقدرش يصدر. يعني ما يميز الاشتراكيه السريه انه من مطلع التسعينات لغايه النهارده اكثر من 20 سنه لم تتوقف ابدا عن ان يبقى ليها رايتها السريه اللي بتحاول تعبر بيها عن نفسها. بدات في بدايه التسعينات سنه 91 باصدار نشره العامل الاشتراكي. ونشرة العامل الاشتراكي يعني كانت نشرة بسيطة جدا. طبعا اصدار صحيفة سرية في الوقت ده كان حاجة في منتهى الصعوبة لاعتبارات تقنية بالاساس. اجهزة الكمبيوتر ما كانتش منتشرة زي ما هي منتشرة دلوقتي، كانت حاجة نادرة شويتين. كذلك الطبع والتصوير كان برضو حاجة فيها مخاطرة شديدة جدا. نتكلم عن التسعينات هو يعني طبعا أمنية صعبة جدا. جريدة صحيفة نشرة العمل الاشتراك كانت نشرة بسيطة بتنتج بأقل إمكانيات ممكنة وما صدرش منها أعداد كتيرة، تقريبا أربع أعداد هو كل اللي صدر منها. وكانت بتهتم بالذات بتغطية أحداث المصانع، وكان من أهم الحاجات اللي لعبت دور في تغطيتها الانتخابات النقابية في سنة 91. ويعني ده بالظبط كان أول درس لينا مع الصحافة الثورية، إنه إحنا كنا يعني كنا مجموعة من الشباب ساعتها لغاية دلوقتي وعايزين يعني وفقا للافكار اللي احنا نتبناها، نتبنى فكره انه الطبقه العامله هي قائده اي ثوره قادمه، هي القادره على احداث تغيير جذري في المجتمع. والشباب دول اللي بعيد عن الحركه العمريه لازم يبقوا قريبين من الحركه العمريه عشان يقدروا يختبروا افكارهم ديت ويقدروا يبنوا التنظيم بتاعهم على اساس الافكار ديت. ومن هنا كان جريدة العمل الاشتراكي هي الجسر اللي بنحاول نوصل بيه. دخلنا المصانع في انتخابات الانتخابات العمالية في 91، واللي كان سبقها موجة اضرابات عمالية قوية جدا، كان اخرها اضراب اعتصام الحديد والصوب في 9 وتمهيم قطع قوامة في القومية الاسمنت في 90. يعني الانتخابات دي كانت بتحمل سخونة الاعتصامات، بحيث ان يعني اغلب اللجان النقابية اللي كانت بتقف ضد الاعتصامات والاضطهاد سقطت في الانتخابات ديت. انا كنت موجود في الحيط والصلب، انا من الناس اللي اوعتهم جت في انهم يخشوا الحيط والصلب، ودخلني قدامي جت اللي هو عم فوز الحمدين، دخلني في الاتوبيس. ويعني كان اول اختبار ليا، انا النهارده رئيس قسم الاخبار في جريده التحرير، يعني ما خرجتش من كليه الاعلام ولا درست صحافه، معايا بكالوريوس اه يعني كملت تعليم الحمد لله، بس ما درستش الصحافه، لكن اتعلمت الصحافه ابتداء من العمل الاشتراكي. كان اول درس مباشر ليا في الصحافه هو العمل الاشتراكي. كنت داخل لابس بات متعامل، فمحدش يعرف ان انا بكتب تقرير صحفي، فكنت بسمع كل الناس على الطبيعه خالص، وده حاجه مختلفه خالص عن انهم يكلموا صحفي. انهم لما بيكلموا صحفي بيقولوا الكلام اللي عايزين الصحفي يسمعه. لو بيتكلموا بينهم من بعض بيقولوا كل حاجه، وبيتخانقوا في كل حاجه، وبيختلفوا في كل حاجه. فكانت فرصه مفيده جدا ليا ان انا اشوف من قريب قوي واشوف بوضوح اكتر وبدون اي تزييف الاحوال في لحظه. خمس دقايق عدوا ولا ايه؟ بعد العمل الاشتراكي بدات نختصر بقى، بدات يعني تحول الاصدار انه يبقى الاشتراكيه الثوريه، وكانت مجله اكبر شويه، مش معنية بس بالشأن العمالي، إنها معنية بمختلف الشؤون السياسية الداخلية والخارجية. واستمر إصدارها لفترة مش قليلة، ولفترة كان بدأ يبقى فيه إصدارين نتيجة
او ضعف حركة الاشتراكيين السوريين، مجلة الشرارة اللي كانت معنية اكتر بالامور النظرية، ونشر الاشتراكية السورية اللي كانت معنية بالتغطية الاسرع وتقديم وجهة نظر في المواقف الحالية والجارية. وبعدين بقى في بعد كده رايت اشتراكي، واللي استمرت فترة طويلة لغاية إلى أن صدر اشتراكي اللي بيكمل النهارده العدد كبير. الامتداد دوت من العام الاشتراكي في بداية التسعينات لغاية الاشتراكي النهارده خلى حركة الاشتراكيين السوريين تحمل أكبر أرشيف سياسي وعمالي واجتماعي في مصر العربية. أرشيف مش بمعنى بس تواريخ وأحداث، أرشيف بمعنى المعايشة. المعايشة والمواقف والمواقف السجالية، يعني على سبيل المثال يوجد أرشيف ضخم لدى الاشتراكيين السوريين عن حاجة يمكن ما بتذكرش كتير دلوقتي، لكن انتفاضة الريف المصري من نهاية 96 لنهاية 97 ضد تطبيق قانون الإجابات الزراعية، والمواقف المخزية لكتير من الأحزاب الرسمية في اللحظة دي. ونتكلم النهارده عن قطع الطرق، الابتكارات اللي عملها الفلاحين نشيد في تأمين القرى ضد الأمن بكهرباء الكباري على سبيل المثال، وقطع الطرق الزراعية كانت حالة انتفاضة نشيد، يعني اللي بيها ما بنشوفش إنه ثورة 25 يناير جت من فراغ. اللي كان يعني اللي شاف اقتحام الحزب الوطني وقرارات الحزب الوطني ماشي النهارده وقرار مفاجئ، كان لازم يشوف انتفاضه الفلاحين سنه 97. مش كتير برضو بيذكر اضرابات عماليه مهمه في نصر السيارات القوميه للاسمنت، احتلال مدينة التحرير في 2003، انتفاضة الطلبة في 91 دول، عملية عاصفة الصحراء. أرشيف ضخم ضمنوا استمرار صدور الإصدارات الصحفية المتتالية لحركة الاشتراكيين السوريين من ساعتها لغاية النهاردة. الأهم من ده كله هي خبرة صحفية تركت لدى الاشتراكيين السوريين النهاردة. أي عضو من أعضاء حركة الاشتراكيين السوريين بيبقى عارف كويس إن هو لما بيبقى في حدث يعني بيشوف الاسباب وردود الافعال، يعني لو في اضراب عمالي مش اي حد بيبقى حريص على انه يعرف عدد العمال المدربين، تاريخ الاضرابات العماليه في الموقع دوت بالذات، رد فعل الاداره المشاركين والمعارضين، موقف المقابر الرسميه ودرجه تنظيم العمال، كميه من الاسئله لا تطرح ابدا ابدا على اي صحفي، لكن بقى شيء تلقائي عند كل اعضاء حركه الاشتراكيين الثوريين ان هو بمجرد وجوده في حدث في مجموعه من الاسئله بتبقى مطروحه عليه، بمجرد الاجابه عليها بقى في تقرير صحفي يعني لا تحمله اي صحيفه لا حزبيه ولا رسميه ولا مستقله في مصر، انما هو خبره 20 سنه صحافه الصحافه الثوريه اتبنت لدى النهارده. لما بنكمل العدد 100 من جريده الاشتراكي وبنفتكر ماشي اللي كان اللي اصطلح عليها في التاريخ السياسي السر الاحرف المهربه اللي كانت بتطلع فيها النشرات الثوريه، بنشوف انه يعني فكره الصحافه الثوريه اتسعت جدا، بقت اكبر بكتير من مجرد صفحه. احنا كان ممكن نطبع مئات الاعداد من العمل الاشتراكي او الشراره او الاشتراكيه الثوريه وبالعافيه نقدر نتمنها. النهارده ماشي ممكن توصيل مئات الالاف من النسخ بالطرق الالكترونيه، لكن يعني زي ما اتعلمنا برضه في الصحافه الثوريه انه مهمه الصحافه الثوريه مش بس توصل، الصحافه الثوريه الجانب الاهم فيها هو الجانب التفاعلي، انه واحد ياخد نشره ويبقى عايز يكتب فيها تقرير، واحد ياخد نشره ويبقى عايز يوزعها على 7-8 غيره، واحد ياخد نشره ويبقى عايز يدفع 2 جنيه عشان يضمن اصدارها
انه اللي بياخد النشره بيتحول بعد شويه يبقى جزء من الحدث. الكوادر الصحفيه وشبكه المراسلين وشبكه التوزيع، يمكن وسائل الاتصال الحديثه ماشي قدرت تخلق اتساع لا نهائي في توصيل الخبر والفكره والموقف، لكن بتبقى الفكره اليمينيه للصحافه الثوريه مرتبطه بنموذج جريده الاشتراكي واللي بتدعمه مش بتعارضه كل الوسائل الحديثه في مصر. شكرا مستر. اسف على المؤقته، واحب انبه الزملاء ان العدد 101 دلوقتي نزل من الجريده ومتوفر هنا، ونتمنى لكل الناس تحمل.